بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي نتكلم الليلة عن الفور أرم، وهنبدأ بونو فور أرم واللي هم الراديوس والألنا. الراديوس لا تريدي والألنا ميديالي، راديوس أن ألنا. طيب هنمسك الراديوس نفصل فيها. راديوس طيب راديوس is the bone of the It is the lateral bone of the forearm. It is classified as the long bone. عندها upper end وعندها lower end وهذا shaft. Upper end و lower end و shaft. Upper end عندها حاجات خاصة بها. It is formed by three اللي هما اللي head عندها head و neck و tuberosity. و lower end عندها styloid process and five surfaces. هنيجي نفصل الكلام واحد واحدة. قلنا الأبر إند فيها هيد وفيها نيك وفيها فيبروزيتي. عندها هيد للهيد وفي نيك وفي فيبروزيتي. طيب لما نجي نمسك الهيد نلقى أن الهيد فيه فاسيتس فوق سطح الفاسيتس فوق والأرتيكوليشن إذا كابيتيولوم بتاعت الهيومرس، وهو عبارة عن سيركمفرنس اللي هو مداور عشان يعمل articulation with the radial notch of the ulna، عشان يعمل articulation مع الألنا. طيب بعد ذلك بنجي بنلقى النيك وبنلقى tuberosity. tuberosity of the radius بنلقاها medially و posterior medial، عشان ربنا خلقها في الحتة دي بالذات ليه؟ عشان في action معين of the biceps مفروض تعمله، لو ما مسكت هنا في الحتة دي ما هتقدر تعمل action بتاعها. هلين نفصل في الكلام ده. السنجول تاني الراديوس is the bone of the is the lateral bone of forearm have upper end consists of or formed by head و neck و tuberosity. لو جينا مسكنا lower end نشوف فيه شنو. lower end قلنا فيه styloid process و فيه five surface. طيب نرسم لكم فيه styloid process كده و فيه five surface. هيا رسم السيرفيس كيف. عندها ميديا سيرفيس وفي لاترال سيرفيس وفي سوبيريو سيرفيس ويكون في يعني في انتيريو سيرفيس وفي بوستيريو سيرفيس في انفيريو سيرفيس، يعني فورس فايف سيرفيس انتيريور وبغادي في بوستيريور في ميديا سيرفيس وفي لاترال سيرفيس وفي انفيريو سيرفيس ودي الستايلات بروسيس. نيجي نشوف الكلام. طيب دي الستايلويد بروسيس، دي الستايلويد بروسيس وده الانتيريو سيرفيس ودي وده الانفيريو سيرفيس. نيجي نشوف وده اللاترال سيرفيس ظاهر. شوف الميديا سيرفيس والبوستيريو سيرفيس. اللاترال سيرفيس ظاهر وده الميديا سيرفيس و البوستيريو سيرفيس. طيب هنيجي نحفظ الحبه في السيرفيس. طيب بالنسبة للشافت، الشافت هو عبارة عن تراينجلر ان شيب زي الهيمورس. لو حضرت فيديو بتاع الهيمورس بنلقاه عامل كده شكله تراينجلر ان شيب، وده باقي البون امتدادات البون. طيب عنده انتيريور بوردر وعنده ميديال بوردر وعنده لاترال بوردر، عنده سيرفيس انتيريور ميديال سيرفيس وانتيريور لاترال سيرفيس وبوستيريور سيرفيس. هاي نفصل ونشوفهم واحد واحد. لان الى الابر سيرفيس الابر بارت هنا الابر بارت فيه في ارتكولار فاسيتس وفيه سيركمفرنس ارتكولار سيركمفليكس ده تبع الهيد فور ارتكوليشن اوف انا نوز اوف ذا راديال نوز اوف ذا انا راديال نوز لانه النوز دي حقت الراديوس قاعده بين قاعده في الان. طيب اما النفو عنده نيك. طيب طيب بالنسبه للور اند، اللور اند قلنا او الديس اند قلنا فيها ستايلويد بروسيس وفيها انفيرو سيرفيس. انفيرو سيرفيس ذاته هنا مقسمينه لاثنين، في سيرفيس في سيرفيس ارتكوليشن از سكافويد ده وبعدين شايفين انه هو عباره عن كوادرينجولار مربع. السيرفيس الجنب طوالي هو فور ارتكوليشن از اليونيت وده عباره عن تراينجولار ان شيب زي ما ملاحظين وفاصله مسلكس في النص او جروف. طيب ثاني ده هنا قلنا الانيولار نوتش قاعده في الميديا سيرفيس. الميديا سيرفيس هنا ده الميديا سيرفيس كامل فيه انيولار نوتش. الانيولار نوتش دي فور ارتكوليشن ويز
وذا انا الهيد اوف ذا انا بيعمل ارتكوليشن اوف ذا انيولا اوف ذا انا نوتش سوري وذا انا نوتش اوف راديوس. طيب تاني بالنسبة لي بالنسبة لي باقي سيرفيس اللور اند كده موضح انه ده الارتيكولار سيرفيس او الانفيريور سيرفيس. تاني دي في سوبر ستايلويد كريست ده بفوق الستايلويد ودي ستايلويد بروسيس ظاهرة. وتاني عندي في الدور ذا سيرفيس طبعا كلهم كونكيف ما عدا الدور ذا سيرفيس كلهم كونكيف يعني كلهم خشات لجوا السيرفيس الاربعه الفور سيرفيس ما عدا في 3 سيرفيس كونكيف و الدور ذا سيرفيس ومعاه اللاترال سيرفيس ده الكونفكس لكن الباقي كله كونكيف. طيب الدور ذا سيرفيس ده فيه تيوبركل مهمه جدا بيسموها تيوبركل اوف ليستر او اللي هي اسمها دور ذا تيوبركل اوف ليستر وفيه جروف بين الدور ذا تيوبركل اوف ليستر في جروف فور تندون عشان بعدين التندون بتاع الديجيتورم والاكستنسور بيجن بالجروف ديل. طيب ده كده بالنسبة لإيه اللور إند التفاصيل المهمة بالنسبة للور إند. طيب بالنسبة للشافت الشافت فيه بوردرز وفيه سيرفيس وزي ما قلنا فيه أنتيرور فيه ده نيوتريال فورامين بالنسبة للبلاس أبلاي فيه انتر أوسيس ده انتر أوسيس بوردر أو سميناه الميديال بوردر وفيه الأنتيرور بوردر. وتاني عندنا الأنتيرور بوردر عندي تاني بوسيري بوردر. طيب بالنسبة للسيرفيس عندي ده البوسيري سيرفيس وتاني عندنا الأنتيرور سيرفيس الأنتيرور سيرفيس وتاني عندنا الميديا سيرفيس اللاترال سيرفيس سوري ميديا اللي ما فيه بوردر ما في سيرفيس. طيب كده بقى كده بنكون خلصنا الاستراكشرز. طيب تاني نيجي نعرف how to identify the radius right or left. طيب بدوك الراديوس في الدي ار كده بيقول لك ايدنتيفاي ات از رايت اور ليفت تعمل شنو تعرف تحدد الست حاجات بتاعتنا تعرف الابر اند من اللور اند. الابر اند فيها هيد وفيها نيك وفيها تيوبروزيتي. طيب اللور اند فيها سالد بروسيس وفيها سيرفيس فور فايف سيرفيس. طيب عرفت الابر اند من اللور اند عارف ميديا اللي من لاترالي بعرفها بالسالد بروسيس. سالد بروسيس قاعده وين لاترالي. طيب انا كده عرفت اللاترال من ميديا والتيوبروزيتي قاعده ميديا كده عرفت اللاترال من ميديا. تاني عارف انتيرير من بوستيرير ممكن اعرفها بشنو ممكن اعرفها بالسيرفيس تحت الانتيرو سيرفيس ات از سموز وما فيه اي تيوبركل ولا كده. اما البوستيرو سيرفيس قلنا فيه تيوبركل سميناه تيوبركل اوف ليستر دور ذا تيوبركل اوف ليستر ودي ظاهر عنه رف. وقلنا البوستيرو سيرفيس كونفكس والباقي السيرفيس كلهم كونكيف شايفين السيرفيس ده كونكيف اما البوستيرو سيرفيس ده كونفكس شايفين التيوبركل اوف ليستر دي تيوبركل اوف ليستر بيناتهم في جروف. كده انت بتعرف عرفت الست حاجات بتاعتك بتحطها في جسمك وبتعرفها رايت ولا ليفت. بس احنا نعرفها دي شنو تز رايت ريديوس. وكده كده نكون خلصنا. شكرا لكم.